هذه الرسالة طبعا رسالة للجميع، رسالة بتخريج هؤلاء الأبطال من البنيان المرصوص ومن خريجين الكلية العسكرية، وكذلك دخول دفعة جديدة من أبطال بركان الغضب ليكون لهم التخرج في الأشهر المقبلة إن شاء الله. هذه رسالة للجميع في بدء التخرج ضباط لبناء المؤسسة العسكرية ولدخول دماء جديدة لهذه المؤسسة. وكان بصراحة هذه الاحتفالية والتخرج وحركة الكراديس وجميع الحركات وتسليم الراية كانت فوق الممتاز، والحمد لله إن شاء الله كل سنة يكون فيها دماء جديدة في المؤسسة العسكرية. وكذلك نتقدم بالشكر لإدارة الكلية العسكرية للمجهودات التي قاموا بها في تخريج هؤلاء الأبطال في هذا اليوم.